طيب كريستين، هل انتوا بتخطبوا سن معين؟ يعني من سن كام لكام؟ احنا لما بنشتغل مع المدرسين طبعا بنشتغل مع اي مدرسين ايا كان السن والخبره، ولما بنشتغل مع الطلاب جوه المدارس الحكوميه بنشتغل في معسكرات بيبقى من سن 9 لسن 12 سنه. من 9 ل 12 سنه. ايوه. طب كلميني كده عن يعني بعض الاطفال اللي هم ممكن كان عندهم مشاكل او متسربين من التعليم ورجعوا مره تانية، كلمينا كده بقى دلوقتي اخبارهم ايه؟ بقى دماغهم عامله ازاي؟ يعني برضه عايز اعرف ايه اللي حصل؟ الفرق اللي حصل ما بين ان هو دلوقتي بقى يعني بشكل كبير بيكتسب بعض المهارات المختلفه وبيتعلم، وان هو كان خارج التعليم. لسه كنت بحكي في برنامج قصة وحابة احكيها تاني على طفلة كانت حضرت المعسكر بتاعنا، وهو معسكر يعني هدفه بناء قدرات الطفل او بناء الشخصية، والمعسكر ده مدته 3 ايام بالظبط. والطفلة دي بعد المعسكر هي كانت في الأول واخدة جنب كده، والمدربين بتوعنا كانوا يعني كل شوية بيحاولوا يدمجوها مع الأولاد وكده، ولحد ما اندمجت مع الأولاد. بعد المعسكر ما خلص جات الأم وكانت بتعيط يعني بتطلب من الفريق عندنا إنه نفسي بنتي تحضر معسكر تاني مع مدرسة تانية يعني. فما كانوش فاهمين ليه يعني عايزينها تحضر تاني، فعرفوا بعد كده ان الطفله دي كان عندها كهرباء زياده على المخ، وهي بتتعالج بقالها كتير جدا، وللاسف حالتها الصحيه ما كانش فيها اي تحسن. والحاجه الغريبه جدا ان بعد المعسكر ده كان عندها ميعاد دكتور، والام راحت بيها، والدكتور بيقول لها لاول مره في حياتك هقول لك ان بنتك في تحسن في حالتها الصحيه. واحنا يعني دي حاجه كانت بالنسبه لنا يعني ده شيء ايجابي جدا جدا، لان احنا ما بنشتغلش على اي حاجه صحيه، ولكن ده بيدل على انك لما بتشتغل على الجزء النفسي بيأثر على البني ادم ككل، وده ان دل على شيء بيدل على اللي احنا بنحاول نقوله انه اعاده تعريف التعليم في مصر، انه احنا واحنا بنعلم اطفالنا احنا مش بنعلمهم ان يقروا ويكتبوا، احنا بنعلمهم ازاي يكونوا بني ادمين، نعلمهم يعرفوا نفسهم ويعرفوا امكانياتهم ويعرفوا يكونوا اصحاء كيان بالظبط، اعرف ذاتك واعرف انت يعني قد ايه ممكن تبقى موهوب في شيء معين وتكبر فيه. بالظبط. طبعا يعني الدور النفسي والعامل النفسي من اهم الادوار يمكن اللي موجوده في كل شيء، حتى كمان في اصعب الامراض، يعني بنتكلم حتى لو لا قدر الله في الكانسر، يعني برضو الدور النفسي هنا اهم عامل. صح. عشان خاطر المريض يتعافى. صح. ويتم شفائه. وعايزه اقول لك كمان ان احنا الجانب النفسي مش بس مع الاولاد، كمان مع الكبار، مع المدرسين، يعني دي حاجه احنا بنختبرها يمكن عندنا. ممكن ده الاهم، خلي بالك. بالظبط. لان هو اللي بيتعامل معاهم. بالظبط. ولان يعني حتى البحوث بتقول ان هو اول ما المدرسين نفسهم بيبقوا نفسيا احسن، ده على طول بيرفلكت او بينعكس على الطالب، وعندنا كميه قصص نجاح لمدرسين كانوا معانا مش قادرة أقول لك يعني. واحدة منهم كانت مدرسة معانا، وبعد ما اشتغلت معانا في البرنامج ده بعد شوية قالت أنا كان عندي حلم من زمان وكان مات، وكنت حاسة إن خلاص يعني موضوع الأحلام ده أكيد مش حاجة بتحصل يعني. فكان حلم ومات وخلاص. بعد ما حضرت التدريب، إحنا ما بنتكلمش على أحلام أفراد ولا أي حاجة، بس بعد ما اشتغلنا معاها الرحلة التعليمية جت بعد كده قالت انا عايزه ارجع اعمل حلمي، انا افتكرت حلمي وعايزه ارجع اعمله وامشي وراه. وهي مدرسه في سوهاج، وفعلا مشيت ورا حلمها وفتحت مركز حضانه ومركز لاطفال ذوي احتياجات خاص. بعد احنا معاها الفتره دي كلها وجهتوها ان هي تحقق حلمها مره ثانيه. احنا يعني احنا ما عملناش ده، هي بتواجدها حست انه لا ينفع الواحد لسه يحلم ولسه ينفع يمشي ورا هدفه ويحققه. لاصغر الاسباب كان في باب مقفول انتوا فتحتوه قدامها، فالموضوع انطلق من هنا. والمدرسين والمعلمين طبعا دوركم بالنسبه لنا يعني دور محترم ومن اهم الادوار اللي موجوده لينا وللتعليم وللمجتمع، وخرجتوا اجيال واجيال مهندسين واطباء مش هقول كل حاجه خرجتوها. قد ايه الطفل ممكن يبقى متمسك جدا بالمدرس بتاعه ويحب الماده بتاعته، وقد ايه كمان طفل ممكن يكره المدرسه ويكره الماده بتاعته منك او من حضرتك، فخلي بالكم من الجزئيه دي.